بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ده الامتحان الثامن في امتحانات كتاب المعاصر ذا إجزام. طبعا انتوا عارفين ان السبع امتحانات اللي فاتوا كلهم موجودين على القناة، وكل امتحان بينزل هتلاقي في الوصف بتاعه رابط تدخل تحل الامتحان ده لوحدك. الامتحان انا بحله فيما ما يكملش نص ساعة، ما بحاولش اعدي 30 دقيقة، وبفضل احلل برضه في الأسئلة عشان ما يعديش عليك أفكار. انصحك نصيحة لله، يعني الفترة دي مطلوب منك انك تراجع المنهج، والمراجعة دي معناها انك تحل كتير عشان تفتكر وتتعرف على الاخطاء اللي عندك. اوعى تذاكر وتراجع نظري فقط، المراجعه النظري بس غلط. الناس اللي بتقول يا مستر عايزين شرح، والله يا جدعان الشرح ده مضيعه للوقت، انت خلاص ذاكرت القواعد، ذاكرت الكلمات، فشرحي ليك تكرار ملوش اي 60 لازمه. فحل كتير عشان تستفيد وعرض نفسك الافكار. عايز اقول لكم ان في فيديو انا هعمله بجمع الكلمات اللي موجوده في كل القطع اللي مرت علينا قبل كده، وهنزلها لك في فيديو، وهنزلها برده مكتوبه بخط ايدي عشان تكتبها في كتابك وانت داخل الامتحان. في حاجه كذا حاجه كده هقول لكم عليهم تكتبوهم في الكتاب وانتوا داخلين الامتحان ان شاء الله ممكن تستخدموهم. يعني تعالوا نبدا بسم الله كده. الفيديو اللي فات برضو بعتذر عشان كان في زن، لان في مشكله في الميكروفون او في اللابتوب انا مش فاهم هي ايه، فلو حد يعرف يتخلصني من المشكله دي وعندك فكره يا ريت تكتب لي في الكومنتس او ترن عليا برقم تليفوني الموجود على الصفحه. وبسم الله، اول سؤال بيقول اني اذ ا جوب اور ا بروفيشن ذات يو هاف تريند فور اند انتند تو دو فور ا لونج تايم. عباره عن وظيفه او مهنه انت دربت عشان تعملها وهتشتغلها فتره طويله. طبعا دي الحياه المهنيه اللي هي اسمها كارير. طيب السؤال الثاني، countries all over the world depend on many sources to electricity. دول في كل انحاء العالم بتعتمد على كثير من المصادر لكي تعمل ايه في الكهرباء، عشان تولد الكهرباء. يولد الكهرباء اسمها جينريت، وفي هنا ملحوظتين عايزك تعرف. الملحوظه الاولانيه يا شباب ان كلمه جينريت دي، جينريت دي فيرب بمعنى يولد، الاسم منها اسمه جينيريشن، وجينيريشن دي لها معنيين، معناها توليد لما نيجي نقول توليد الكهرباء، ومعناها جيل. فلما تقولي ذا كومينج جينيريشن يعني الجيل المقبل، دي حاجه. الحاجه الثانيه في السؤال ده عايز اوضحها لك برضو، احنا عارفين ومتفقين ان كلمه يعتمد على اسمها ديبند اون، ممكن نستخدم بدلا منها ريلاي اون، وممكن نستخدم بدلا منها كاونت اون، ودي كانت موجوده في القطعه اللي فاتت. ممكن برضو نستخدم از بيست اون، دي الثلاث الاربع كلمات دول معناهم يعتمد على، بس انت عارف ان في كلمه اسمها is based in اللي هي قائم فيه او مبني فيه. فلما اقول لك the company is based in Cairo يعني مبنيه او قائمه في القاهره، مكانها القاهره. طيب بعد كده طبعا انت عارف سيلبريت يحتفل، وايفاليوت يقيم، وسيبرت يعني يفصل. وبمناسبه سيبرت، انت عارف ان كلمه سيبرت دي سيبرت in يعني يفصل فيه، لكن سيبرت from معناها يفصل عن. فلما اقول لك my father separated me from my brother يعني ابويا فصلني عن اخويا، لكن separated me in a room in a single room يعني في غرفة فردية لوحدي. طيب بعد كده كمان في ملحوظة بمناسبة separate دي، كلمة separate دي كده معناها يفصل، ومعناها منفصل، معناها منفصل كصفة. وفي كلمة اسمها separated برضو دي معناها منفصل كصفة، لكن دي بنوصف بها الشخص، لكن ديت بنوصف بها الشيء. فانت لما تقولي اسبرت روم يعني غرفه منفصله، ليه ما نقولش سبريت؟ ما هي سبريت برضه معناها منفصل، لان انت لما تقول ان علي كان خاطب واحده اسمها منى وهما الاثنين سووا بعض، فهما الاثنين كده اصبحوا سبريتد معناها منفصلين. طيب نكمل بعد كده السؤال، سيلف كونفيدنس اللي هي الثقه بالذات اند كونسنتريشن والتركيز are the keys to a well in your exam، هي مفاتيح انك انت تأدي بشكل جيد في الامتحان، يبقى اسمها do well. وقبل ما نعدي السؤال ده، في ملحوظة عايز اقول لك عليها لازم تعرفها. الملحوظة دي يا شباب ان كلمة will دي، كلمة will دي بنستخدمها كصفة وبنستخدمها كظرف على حسب وقوعها في الجملة. كصفة بمعنى بصحة جيدة، لكن ظرف بمعنى جيدا. طيب عشان كده لما اقول لك مثلا she is well now، يعني دلوقتي هي اصبحت بصحة جيدة بعد ما كانت مريضة. لكن لما اقول لك مثلا you should do it well يعني يجب عليك ان تؤدي ذلك الشيء بشكل جيد. يعني معنى كده لما يجي لي سؤال مثلا زي الجملة الاولانية she is well now، ويقول لك will دي اسمها وفقا للغة ديت اسمها ايه، تفصيلها ايه، فتقول لي will دي هنا adjective يعني صفة، لكن you should do it well دي هنا ظرف، وانت عارف ان الظرف بيوصف الفعل، فانت كانك بتقول لي يؤدي جيدا، فالجيد اللي هو الاداء، فعشان كده هنا will تستخدم كصفه او كظرف، ولازم تعرف الكلام ده كويس. طيب بعد كده you have made a big mistake، انت ارتكبت خطا كبير. your son shouldn't be a for his bad behavior، ابنك يجب ان لا ايه علشان هو عامل سلوك سيء.
ريوردد يكافئ، ولا ديسيبلين يؤدب، ولا ريتاير يتقاعد، ولا فايرد يعني يطرد. اكيد طبعا ريورد. بيقول لك انت ارتكبت خطا عندما كافات ابنك لانه ارتكب خطا. هو ارتكب خطا فالمفروض مش تكافئه، لكن كان ممكن اقول لك يو شود ديسيبلين هيم، يعني عليك ان تربيه. ماي كراتي تريننج ووز فيري ديفيكولت، تدريب الكراتيه اللي انا كنت بعمله كان صعب. But my parents were very encouraging. لكن والدي كانوا مشجعين. وعشان نخلص الموضوع encouraging دي، عايزك تفهم ان كلمة encouraging دي معناها مشجع، دي بتساوي كلمة motivating يعني محفز او مشجع، دي معناها مشجع. لكن encouraged كده ديت ممكن تستخدم كفعل بمعنى شجع، الماضي من يشجع، وبمعنى مشجع مشجع. عشان كده بتقولي I became، انا بقيت encouraged after I heard your words، انا اصبحت مشجعا بعد، يعني محفزا يعني متحفز بعد ما سمعت كلماتك. وما ننساش ان encourage بعدها to، لكن this courage معاها from، وكده كده to المصدر وفروم والفعل مضاف له ing. طيب نكمل للسؤال اللي بعده. When we say، لما نقول the man was released because he was innocent، that means he was a. قبل ما حل الجملة دي، لو انت فاكر الامتحان اللي فات، ما هو انت عارف الأسئلة بتكرر بس يبقى بصيغة مختلفة. احنا اتفقنا ان كلمة set free اللي معناها يطلق صراح بتساوي كلمة free، بتساوي كلمة release. الناس دي كلها كده معناها يطلق صراح او يحرر. هنا في جملتك بقى بيقول لك لما نقول the man was released، was released دي معناها was set free او was freed. My father was promoted and he became a general manager. أبويا تم ترقيته وأصبح مديرا. The synonym of the word promoted، الكلمة اللي بتساوي promoted. في السؤال اللي زي ده لازم تترجم الأربع كلمات، لأن الكلمة ممكن ما تكونش معناها بالظبط بدقة زي ما أنت عارف. أول حاجة كده elevated، elevate أصلا معناها يرفع. elevator اللي هو الأسانسير بتساوي كلمة lift. فelevated يعني تم رفعه. suspected يعني تم الاشتباه فيه، شك فيه يعني. separated انفصل، وdemolished معناها تم هدمه. فأكيد بروموتد يعني رفع من مكان لمكانه تانية في الوظيفه، فبتساوي elevated. feeling the earthquake بعد شعوره بالزلزال او شعورهم بالزلزال. people ran quickly escaping danger، الناس هربوا من الخطر. يهرب من، يبقى escape from الترجمه يا جماعه. do this quiz alone or we can help each other، قبل ما احل الجمله دي عايزك تفهم يا حبيبي الغالي ان عندي have to و need to، الناس دي تيجي في الجمله الخبريه. عايز اعمل سؤال فهسأل أقول do you have to أو do you need to، الاثنين دول كده صح. طب لو أنا قلت يا مستر have you to، دي كده غلط وملهاش أي وجود في اللغة. طيب need you to برضو غلط ملهاش أي وجود في اللغة. طب أنا عايز أسأل سؤال، يا إما أنك تقولي do you have to أو do you need to، أو إن أقول لك must you والفعل في المصدر. هنا في جملتنا بقى بيقول لك do this quiz alone or، طيب have we، لا دي المفروض تبقى do we have to، ودي تبقى did we have to. طب ديت do we need to، يبقى الإجابة هنا must we زي ما اتفقنا. by 2010، علشان تفتكر وتركز معايا كده، احنا متفقين ان لما اقول لك in 2010 2020 دي ماضي، يبقى ده ماضي بسيط، ماضي بسيط. طيب since 2020 سوري، دي كده مضارع تام. طب لو قال لك by 2020 2020 ماضي، يبقى ده هنا ماضي تام. طب لو قال لك باي 2026 ده مستقبل، يبقى ده هنستخدم معاه مستقبل تام. الكلام ده تبقى انت عارفه وحافظه، ولو انت بتنساه اكتبه في كتابك وانت رايح الامتحان. باي 2020 اي ماي سكندري سكول، والله باي وبعدها زمن ماضي، يبقى ناخد ماي تام، يبقى هاد جويند. بعد كده ماي فادر ورند مي، ابويا حذرني too much. قبل ما احل الجمله واحنا بنراجع كده، معلش استحمل الملاحظات الكتير دي، انت عارف ان كلمه ويرن دي بعدها حاجه من اتنين، يا اما تو والمصدر، يا اما نوت تو والفعل برضو في المصدر. امتى ناخد مصدر وامتى ناخد نوت تو والمصدر، امتى ناخد تو والمصدر؟ ويرن تو معناها عايزك تعمل، بيقول لك اعمل. طب نوت تو يعني لا تفعل، ما تعملش. طيب لما اقول لك اي ورند ماي سن نوت ميك نويز، يعمل ضوضاء، يا ترى هنا هنقول تو ولا هنقول نوت تو؟ هسألك انت عايزه يعمل ولا عايزه ما يعملش؟ لا انا عايزه ما يعملش، يعني عايز اقوله لا تفعل، لا تفعل ذلك. ما دام لا تفعل يبقى نوت تو، فنختار هنا نوت تو. وده نفس القصه اللي هنمشي عليها في حل السؤال ده. ابويا حذرني تو ماتش تي في، اسمع تلفزيون كتير. عايز نسمع ولا ما اسمعش؟ لا ما اسمعش، يبقى نوت تو واتش.
وانتبه ان هو بيقول لك هنا برضه نوت واتشنج، احنا عايزين نوت والفعل في المصدر. Most secondary school students their tablets delivered recently. طيب خليك معايا لحظه كده هنا في السؤال ده، انزلي بقى خليك معايا هنا في الحته دي كويس. برضو ادينا بنراجع قاعده، قاعده السببيه يا شباب. انت عارف ان هاف مفعول مصدر او اي ان جي، وان جيت مفعول تو المصدر او اي ان جي برضو. ده لو كانت الجمله مبنيه للمعلوم. طيب نفترض الجمله اللي قدامك مبنيه للمجهول، فانت هتستخدم سواء هاف او جيت هيساوي بعض هنا، وبعدين مفعول وبعدين باست بارتيسيبل، بس بشرط يكون ده في المجهول. حلو. طيب افرض ان انا عايز اعملها معلوم والجمله مضارع مستمر، يبقى اقول لك اي ام هافينج او اي ام جيتينج. طب عايزها ماضي بسيط يبقى اي هاد او اي جوت. طب عايزها مضارع تام، المضارع التام ده عباره عن هاف او هاز زائد الباست بارتيسيبل. الباست بارتيسيبل من الفعل. طب انا عايز اخلي الفعل من بلاي، يبقى هاف بلايد وهاز بلايد. طب انا عايزها من هاف السببيه، فتبقى المفروض هاف بتاعت الماضي التام، وهاف دي نخليها باست بارتيسيبل يبقى هاف هاد. وبالتالي اجابه السؤال ده موست سكندري سكول ستودنتس have had their tablets، عشان خاطر كلمه recently. امتى نستخدم are having ده المضارع مستمر؟ على سبيل المثال اديني مثال كده عشان افهم، عشان انا بفهم بالامثله واحنا اتعودنا على كده. الكلام النظري ما بيفيدش، عشان كده بقول لك ما تذاكرش نظري يا حبيبي، حل ولما يتورط اسال، واسالني ورن عليا بتليفونك، انا موجود معاك 24 ساعه. رن عليا فون، ما تبعتش رساله لان رسائل كتير، رن عليا فون. طيب لو اقول لك مثلا I am having my مثلا computer fixed now. والله الجمله يا مستر قدامي فيها كلمه ناو، يعني ده معناها ان هو مضارع مستمر، عشان كده خدنا ام واز، ام واز وار، والفعل ده فاين جي. طيب نفترض ان الجمله دي ماضي بسيط. يعني ايه ماضي بسيط؟ زي مين مثلا؟ اديك مثال. لما اقول لك مثلا yesterday مروه not here car fixed، يا ترى هنا هنقول هاز ولا هاز هاد ولا هاد ولا هاد بس ولا از هافنج؟ المشكله في ان كل الناس دي ينفع يجوا مع مروه، لان مروه اسم مفرد، ولكن حضرتك شايف ان هنا الجمله يستر دي يعني ماضي بسيط، ومع الماضي البسيط سيادتك فاهم كويس ان انا بستخدم تصريف تاني، التصريف التاني من هاف اللي هي هاد، يبقى دي الاجابه. طيب ادخل بعد كده على السؤال اللي بعدها. He had enough money. He wouldn't have bought his car. الحالة دي كده حالة كام يا مستر؟ حالة تالتة. طب أنت إيه اللي عرفك إنها حالة تالتة؟ ما هو بيقول لك would have had bought، يعني would have في الباست بارتيسيبل. يبقى أنا عايز هنا ماضي تام، الماضي التام موجود قدامك had. إذن تفكيرك في حاجة من دول، ولكن وأنت بتفكر أنت أكيد عارف اللي هقول لك عليه، أنت أكيد عارفه اللي هو مين الكلام اللي هقول لك عليه. أنت عارف إن كلمة without و but for و if it hadn't been for، انت عارف ان الثلاثه دول يجوا في الحاله الثالثه عادي، بس بعدهم الفعل يكون مضاف له اي ان جي. عارف ان اف و از لونج از واخواتهم العيله بتاعتهم كلهم بيجي بعدهم جمله كامله، يعني لازم يكون في الاول هنا فاعل. طيب وان كان معنى الجمله مثبت فهناخد اف، وان كان معنى الجمله منفي فاكيد هنفكر في unless لو بعدها جمله سليمه. تعال نشوف كده في الاختيارات هنا مديني مين. هاد يبقى جمله سليمه. طب هو انت عايز تقول لو هو كان معاه فلوس ولا لو ما كانش معاه فلوس؟ ان هو ما كانش هيشتري عربيه، لو مش معاه فلوس مش هيشتري، يبقى انت عايز unless لان المعنى منفي. احنا استبعدنا وزود واستبعدنا ان كيس اوف لان عايزين بعدهم اي ان جي، از لونج از وانليس بس هفكر فيهم لان انا قدامي جمله سليمه، ولما ترجمت لقيت المعنى منفي. طيب nearly 2 years since coronavirus began in China. لو انت فاكر كده لما انا قلت لك مره قبل كده ان انت عارف ان it is و it has been، الاثنين دول بنجيبهم وبعدين بنجيب بعدهم سينس، والناحيه الثانيه ماضي بسيط. طيب فانا قدام هنا في الجمله اللي قدام سيادتك محتاج ات از او ات هاز بين. ادي ات از موجوده وفي ات هاز بس عايزين معاها بين، يبقى نكمل. بيقول لك هنا شي دروبد هير موبايل اون ذا فلور، هي وقعت الموبايل على الارض. ات نوت بات فورشنتلي ات وازنت. قبل ما نحل الجمله دي وكالعاده تعال نوضح الفكره، الجمله اللي فيها فكره لازم نوضحها واحنا بنراجع القاعده، احنا مش خسرانين حاجه. لو انت متاكد ان الاهلي فاز امبارح بالمباراه فتقول الاهلي must have won، دي معناها اكيد فاز. طب لما اتاكد ان الاهلي ما فازش بالمباراه يبقى can't have won، يعني اكيد مش اكيد لم يفوز بالمباراه، اكيد لم او اكيد مش فاز. طيب لو انت بتقول لي بص هو الاهلي امبارح كان ممكن يفوز بس للاسف هو ما فازش، فتقول لي could have والباست بارتيسيبل، دي معناها كان ممكن لكن ما حصلش.
زي ما انت تقول لي مثلا I could have slept early، انا كان ممكن انام بدري. انت لو ما كملتليش هنا جملة، لو انت ما كملتش كلام انا فهمت انك انت ما نمتش بدري. فلما يقول لك could have والباست بارتيسيبل معناها كان ممكن يعمل الحاجة دي بس هو ما عملهاش، اللي هي مين؟ اللي هو ان ينام بدري. ده معناها شباب لما اقول لك I could have slept early، ده معناها كان ممكن انام بدري بس ما نمتش، ده معناها ان I slept ليت، نمت متاخر. طب لو انا بقول لك بص انا مش عارف احمد اشترى ولا ما اشتراش، اعتقد انه اشترى، فدي معناها بقى مايت او مي هاف بوت، اللي هي مايت ومي هاف والباست بارتيسيبل. طيب نرجع بقى لموضوع جملتنا، انت بتقول لي هي وقعت الموبايل على الارض بس هو كان ممكن يتكسر ولحسن حظها ما اتكسرش، كان ممكن يحصل بس ما حصلش، يبقى كود هاف بين بروكن. مروه از نوت فريندلي ذات، قبل ما احل الجمله دي عايزك تركز معايا وتفهم الكلمتين اللي اقولهم لك دول. انت عارف اكيد ومقتنع تماما ان سو بنجيب بعدها صفه او بعدين ذات. طب لو عايز ساتش، لو عايز ساتش فاحنا قدامنا مع ساتش دي احتمالات، انك تجيب لي او ان وبعدين صفه وبعدين اسم بشرط ان يكون اسم يعد وجاي في صيغه المفرد. حلو. طيب ممكن استخدم ساتش صفه اسم بس من غير او ان، بس بشرط ان اسم لا يعد في الجمله. ممكن اقول لك such a واجيب لك اسم بس، زي ما احنا كنا بنقول such a collection والحاجات دي. حلو. طيب لكن مع تو بنجيب تو صفه for الشخص، تو والمصدر. طب مع enough يا مستر بنجيب enough زائد اسم، او ان احنا نجيب صفه الاول زائد enough. شوف انا حافظ الكلام ده ازاي، لو انت مش حافظ الكلام ده هتضيع في الدنيا. طب مثال سريع بالبق كده من على الامثله ديت. سو اقول لك مثلا علي ده طويل جدا لدرجه ان هو ما اعرفش ايه كده، يبقى سو تول ذات، او ساتش ا تول، خد بالك ا تول بوي ذات، ساتش سترونج بويز، ساتش ا كوليكشن، ساتش ابيتي، تو ديفيكولت فور علي تو انسر. هو لازم فور والاسم دي يبقى موجودين؟ لا طبعا مش لازم، ممكن اقول لك تو ديفيكولت تو انسر، يعني صعب ما يتجاوبش. نرجع لموضوعنا تاني هنا بقى في الجمله دي. مروه از نوت فريندلي ذات، والله انا قدامي صفه او ظرف، صفه طبعا ديت صفه وبعدين ذات، سواء هي صفه او ظرف مش هتفرق معاك، لكن هنا كلمه فريندلي صفه عموما وبعدين ذات، في اسم لما فيش اسم يبقى انا هستبعد ساتشات الاثنين. طيب هي انف عايزه قبلها الصفه، يعني كان المفروض نقول فريندلي وبعدين انف، فما ينفعش في انف، يبقى الاجابه اصبحت سو. طيب القطعه القطعه بقى دي عباره عن ايميل. دير لي، خد بالك ان لازم بعد دير لي، بعد دير واسم اللي انت بعت له الايميل بتعمل الكوميدي. دير لي از اي تولد يو، زي ما قلت لك اي ويل بي جون انتل وينزداي مورنينج، انا همشي مشوار كده هرجع ان شاء الله يوم الاربعاء بالصبح. ثانك يو سو ماتش فور تيكينج اون ماي بيت، شكرا ان انت تهتم بي او توليتي امر الحيوانات المنزليه بتاعتي. وايل اي ام اواي، وانا بعيد. ريمبر ذات ريجينا ماي بوبي، خليكي فاكره ان ريجينا الكلب الصغير بتاعي از تيثينج، بتسنن اليومين دول بيطلع لها اسنان. If you don't watch her، لو انت ما راقبتي لم تراقبيها، she will chew anything، هتمضغ اي شيء يقابلها including the cat، حتى القطه ممكن تاكلها. There are plenty of show toys around the house، في كتير جدا من الدمى اللي هي ممكن تمضغها، يعني تلعب عليها باسنانها كده في البيت. Whenever she starts to bite، اول ما تبدا تعض وتشوفيها كده بتعض on anything illegal، اي حاجه غير قانونيه، just divert her with one of these، ممكن تشغليها بواحده من الدمى دي. She generally settles right down to a good hour long show، ممكن تفضل تعمل كده المضغ ده لمدة ساعة. Then you will see her wandering around، وبعد كده هتراقبيها بتتجول في المكان. Whimpering يعني بتئن، يعني with the remains of the toy in her mouth. I usually show her the laundry basket، دايما بوريها الباسكت سلة الملابس الغسيل يعني. Moving a few clothes so she can bury her toy beneath them، هي بتحب انها تدفن الدميه بتاعتها في مكان عشان تعرف تروح تجيبها تاني، فانت وريها سله الهدوم تحطهم فيها. I do sound like a parent don't I، انا شكلي كده عامل زي ما يكون انا ام صح. Regina's food is in the utility room، الطعام بتاع روجينا في غرفه الاجهزه. Where the other pet food is stored، نفس المكان ده متخزن فيه طعام الحيوانات الاخرى. Give her a pool once in the morning and once in the evening، اديها بس طبق في الصبح وطبق اخر اليوم هتشبع وتبقى زي الفل. No one no more than that، ما تكتريش عن كده. No matter how much she begs، ايا كان بقى محاولات التوسل اللي هي تعملها معاكي ما تديهاش اكتر من كده.
بيجلز اللي هم كلاب الصيد ار انون از اوفر تيرز، يعني معروفين ان هم ار نون، معروفين ان هم بيعيطوا كتير يعني. اكوردنج تو هير بريدر اند اي دونت وونت هير تو لوز هير جيرلش فيجر، الراجل اللي ادانا الكلب ده اللي هو المربي كان قال لنا ان هي بتعيط كتير كده، بس اوعي تديها اكل كتير او اوعي ترعيها اكتر من اللازم علشان ما تفقدش الانوثه بتاعتها. شي كان شير ريكس، ممكن تاكل مع ريكس اللي هو الكلب من الكلاب يعني، بوتر ممكن تشرب معاه في نفس الاناء، بات بي شور اتس تشينج دايلي، بس معلش غير لها الميه كل يوم. شي نيدز تو جو اوت سيفرال تايمز، ده انت بتهزري بقى، القطه او الكلب ده محتاج يطلع كل يوم يتفسح شويه، سبيشالي لاست ثينج، خصوصا اخر شيء ات نايت اند فيرست ثينج ان ذا مورنينج، يعني اخر حاجه قبل ما تنام مشيها شويه، واول ما تصحى من النوم ان شاء الله بالسلامه كده تبتدي عليها وخديها مشيها شويه. ليت هير ستاي اوت فور اباوت 10 مينتس، خليها تقعد بره كده حوالي 10 دقايق كل مره. سو شي كان دو اول هير بزنس، هي تتعامل اول هير بزنس من الاخر كده يعني تعمل بيبي. شي اولسو نيدز ا ووك ان ذا افترنون، برضه على فكره ممكن تمشيها شويه في الظهيره. After which it's important to romp with her، سيبها تلعب for a while in the yard، سيبها تلعب او تمزح في شويه كده في الحوش او الفناء. The game she loves most is fetch، اللعبه اللي هي بتحبها واكتر لعبه بتحبها هي انها ترمي الكره وتجيبها تاني. But be sure to make her drop the ball، tell her، قول لها sit، اقعدي. Then when she does say drop it، اول ما تقعد قول لها ارمي الكره. Be sure to tell her good girl، دايما قول لها كده يا ايتها الفتاه الجميله. And then throw the ball for her، وبعدين ارميها الكوره. I hope you will enjoy these sessions as much as I do، اتمنى انك تستمتعي بالجلسات مع الكلبه بتاعتي دي زي ما انا بستمتع بالظبط. Now for the other two، بالنسبه للتانيين اللي هو ريكس وبوز، وبعدين هتكمل يعني letter continues، يعني في مكمله للايميل او الخطاب ده بس الحمد لله ما اتكتبش. طيب اول سؤال بيقول لك ذا مين ايديا از، هو بيحكي لنا عن ايه في القطعه ديت، ازاي نتعامل مع ريجين، هاو تو ديل ويز ريجين، ريجينا دي صح. طيب السؤال الثاني بيقول لك ريجينز بريدر اسكد هير اونر تو فيد هير، يعني المالك بتاع ريجينا ده قال لها تطعمها ماتش فود، طعام كثير، سيرتن ميل، وجبات معينه، ليتل فود ا بيج ميل، هو ما قالش لا وجبه كبيره ولا صغيره، وقال لها وفقا لكلام الراجل ده اكليها طبق واحد الصبح وطبق اخر اليوم يبقى سيرتن ميل، وجبات محدده. طيب بعد كده it can be inferred from the passage that، ممكن نفهم من القطعه الجميله ديت ان it is a to keep a dog، ان حاجه انك تربي كلب ده شيء ايزي، سهل، سمبل، بسيط، اكيد لا ايزي ولا سمبل انهم بنفس المعنى. exhausting يعني شيء مجهد، ولا relaxing يعني شيء موحي بالاسترخاء ومريح، اكيد انت بتاكلها وتشربها وتمشيها وتحميها فانت مش فاضي، يبقى exhausting. رقم 20 if the sister is to follow the owner's directions، the sitter لو المربيه دي هتتبع التعليمات بتاعت المالك. in playing fetch with Regen at what point will her will he or she tell Regen good girl، امتى هتقول لها good girl ايتها الفتاه الجميله، اكيد بعد ما ترمي الكوره عشان تحفزها. every time Regina goes after the ball، كل مره تجري ورا الكوره لما هي جريت هتقول لها ازاي بقى مش سامعاها دلوقتي. after Regina finds the ball، بقى بعد ان تجد الكوره، ولا when Regina brings the ball back، ولا after Regina drops the ball، بعد ما ترمي الكوره. هو قال لنا هنا كده نفس النص، قال لها بص، قال لها اقعدي sit down او sit، وبعدين drop it، وبعد ما ترميها خليكي فاكره انك تقولها كذا، يبقى ده بعد ما ترمي الكوره. After reading the passage، بعد ما قرأنا القطعة، we notice that the writer has bits، نلاحظ ان الكاتب ده عنده كام bit، 1 ولا 4 ولا 3 ولا 2. هو في القطعة قال لك ان في حاجة اسمها ريكس وفي بوز وفي ريجينا، يبقى 3 يبقى 3. طيب بعد كده the last paragraph presents، اخر باراجراف بيقدم لنا، اخر باراجراف اللي هو ده she needs to go on several times، يعني هي محتاجه انها تطلع بره تتفسح شويه، واهتم بيها واكليها ولاعبيها وكده. what Regina eats، بتاكل ايه؟ how Regina eats، what Regina needs، ولا where Regina sleeps، اكيد ما يحتاجه. حتى في مطلع الموضوع قال لك she needs so and so. طيب بعد كده السؤال رقم 23 domestic pets are، الحيوانات الاليفه هي safer than street animals، اكثر امنا وامانا من الحيوانات اللي في الشارع، اخطر من، لا مش اخطر ومش خطيره، ولا more dangerous، مش خطيره برضو، سيفر زان، اكثر امانا من فورست انيمالز، اكثر امانا من الحيوانات الفورست الغابه، اكيد سيفر زان ستريت انيمالز، ايه اللي هيجيب الحيوانات الغابه في الشارع. تو فولو ليز اوردرز، ريجينا نيدز، عشان نتبع
تعليمات ليز، فإن ريجينا لازم أو محتاجة عقوبة ولا تشجيع ولا عزلة ولا سيبريشن انفصال، أكيد تشجيع. ما حتى قالت لها كلمي القط القطة الكلب ده وقولي له جود جيرل. طبعا بعد كده في قطعة تانية اللي هي زير ووز وان مان، there was once a man called Ali. القطعة التانية يا شباب ركزوا معايا، كان في راجل اسمه علي، who was traveling home with his friends through a dry land. كان مسافر مرة في يوم من الأيام في صحراء أو أرض حارة وجافة. It was the hottest month of the summer. كان أكثر الشهور حرارة في الصيف. On their way they met a poor stranger. في طريقهم قابلوا رجل غريب، رجل فقير غريب. Dressed in rags. لابس ملابس rags، يعني ملابس قديمة يعني مقطعة. He was hungry and thirsty and had no money. كان جوعان وعطشان وما كانش معاه اي فلوس. He asked if he could join them. الرجل ده طلب من علي واصدقائه ممكن امشي معاكم يا جماعه. The travelers felt sorry for him. المسافرين دول شعروا بالشفقه ناحيته. They welcomed him, gave him a drink. رحبوا بيه وادوا له مشروب يشربه. And continued their journey through the desert. وكملوا رحلتهم في الصحراء. It wasn't long before they lost their way. وبسرعه ضاعوا وتاهوا من الطريق. The sun beat down even harder. بدأت الشمس تضرب بحرارتها أكثر فأكثر. The ground became more sandy and dusty. الأرض بدأت تزداد رمالها وبدأ الغبار يزداد. There were no rivers or springs in sight. ما فيش في أمامهم في مرمى البصر لا أنهار ولا حفر يطلعوا منها مية. There were no water wells nearby. ولا في آبار ماء بجوارها. Soon their water began to run out. بدأت المية تخلص من عندهم. الموقف was bad. كان سيء. They decided that the only way to survive was to ration the water. إنهم يعملوا حصص يوزعوا المية على بعضهم. That was left between them. Each day, كل يوم, each person drank just one small cup full when they stopped for the night. لما يجوا آخر اليوم يقعدوا بالليل، فكل واحد بيشرب شربة واحدة من المياه تملأ كوب. One evening, وفي يوم من الأيام بالليل, when it was Ali's turn, كان دور علي إن هو يشرب. لاحظ إن الرجل الغريب بيبص له بيحملق فيه، معنى كده ان الرجل الغريب عطشان جدا. He immediately turned to the water carrier and said to him, give my water to my brother the stranger. علي قال لصديقه ادي المية دي، نصيبي في المية دي للرجل الغريب. يبدو انه عطش اكتر يعني. The stranger drank Ali's share of the water. الرجل الغريب شرب المية بتاعت علي. For he was very thirsty. لانه كان عطشان. علي had nothing to drink. وكده علي ما كانش عنده مية يشرب. The next day the same thing happened again. نفس الشيء حصل تاني يوم. الرجل الكبير الغريب ده عطشان فعلي اداله مية يشرب مكانه. Each day علي became weaker and weaker. وكل يوم يزداد علي ضعفا وضعفا. وفي يوم من الأيام الصبح the strange called علي to tell him it was time to get up and get on his camel. الرجل ده صحى علي وقال له اصحى عشان تركب الحصان. Get up. علي استيقظ يا علي. We are not far from water now. لم نعد بعيدين عن الماء الآن، اقتربنا. Soon you will be able to drink as much water as you like. هتشرب مية زي ما انت عايز، احنا اقتربنا. He said. Ali's friends looked at the stranger curiously. الرجل بصوا عليه بحمق كده، انت بتهزر، ايه اللي عرفك ان في مية في الصحراء دي؟ How do you know we are not far from water؟ ايه اللي عرفك ان احنا مش بعيدين عن المية يا ابني؟ They asked the stranger smile. هم سألوا كده والراجل ابتسم. He picked Ali up and put him on a camel. شال علي حطه على الجمل. Follow me. امشوا ورايا بس انتوا. He told Ali's friends. They walked for a few kilometers. Then they stopped in astonishment. وقفوا باندهاش. The stranger had rebaid Ali's kindness. الرجل الغريب يعني دفع ثمن اللطف اللي كان علي بيعمله. He had led them to an oasis. ارشدهم الى واحة مليانة مية. What is the moral of this story? ايه القصة الاخلاقية اللي احنا نستفيدها؟ It's necessary to drink much water in hot weather. انك تشرب مية كتير في الطقس الحار. ولا We should always do the good even if it is unpaid. لازم نعمل الحاجة الخير حتى لو ملهاش أجر. أكيد هي دي. السؤال التاني. This text is النص ده عبارة عن إيه؟ بيحكي لك قصة واحد اسمه علي كان ماشي في الصحراء. يبقى دي رواية، يبقى narrative. السؤال التالت. It can be inferred from the passage that ممكن نفهم من القطعة دي إن The stranger had little water. إن الرجل ده كان معاه كمية مياه قليلة. علي was thirsty and hungry. علي كان عطشان وجوعان. The stranger knew the desert well. إن الرجل ده عارف الصحراء جيدا. ولا the travelers were cruel to a stranger. كانوا قاسين مع الغريب. طبعا ده ما حصلش. علي was thirsty and hungry. علي كان جوعان. يعني إحنا نستنبط من القطعة إن هو كان جوعان وعطشان. هو كان عطشان ما كانش جوعان.
ان الغريب كان عنده كميه مياه قليله، لا المفروض احنا نستنبط من القطعه دي ان الراجل ده يعرف الصحراء بشكل جيد، لانه عرف ان المكان اقتربوا من وصولهم للماء. We can infer from the passage that the stranger was wearing clothes. ممكن نفهم من القطعة ان الراجل ده لابس ايه، وقال لك لا لابس rags يعني ملابس قديمة مقطعة. Fashionable, modern, old fashioned ولا old؟ اكيد old. طب ليه مش old fashioned؟ كلمة old fashioned معناها ملابس قديمة الموضة، لكن هي ممكن يعني مثلا زي تيشيرت احمر ومخطط ده موضة قديمة لكن لسه شاريه امبارح يعني جديد برضه يعني. فالكلمة rags معناها ان هي حاجات قديمة old. طيب each person drank just one small cup full when they stopped for the night. This mean كل واحد كان بيشرب كوبايه واحده، ده معناها ان كل واحد شرب no water ما شربش ولا شرب ميه كثيره، as much water as they like بيشرب على قد ما هو عايز، ولا little water اكيد little water ما هو cup full يعني كوبايه واحده وما بيشربش بعد كده. At the end of the story the stranger was twenty. في اخر القصه الرجل الغريب كان ايه؟ grateful شاكر زي كلمه thankful، dislikable ولا hateful ولا unthankful يعني كان كاره ولا كان غير شاكر؟ اكيد كان شاكر، حتى هو ورى له الواحه. السؤال 31 some people sacrifice for others، ان بعض الناس بيضحوا لاجل الاخرين. so they get at the end، لذلك هم بيحصلوا على ايه في النهايه او بيصبحوا ايه في النهايه؟ water get water بيحصلوا على الماء، happiness السعاده، money الفلوس، ولا hatred الكراهيه؟ اكيد happiness. بعض الناس بيضحوا لاجل الاخرين لذلك هم يصبحون سعداء في النهايه. طيب which of the following sentences can summarize the last paragraph؟ آخر paragraph ممكن نلخصه بإيه؟ اللي هو آخر paragraph في يوم من الأيام الراجل الغريب نادى علي وقال له اصحى عشان نمشي، وبعدين مشيوا وقال له المية اقتربت، ولما وصلوا اقتربوا وقال له المية إيه اللي ممكن نلخص بيه؟ علي had been left no water to drink، علي لم يترك له ماء أن يشرب. The stranger paid back Ali's favor، الغريب دفع أو رد لعلي معروفه وجميله، يبقى رقم بي فعلا صح. الترجمة السؤال الأولاني ده ترجمته الصحيحة هي رقم د اللي هي دي. الباقيين غلط للآتي، أولا الجملة بيقول لك Egypt tries تسعى مضارع، هنا قال لك سعت فكده غلط. ثانيا هو قال لك tries hard يعني تسعى بقوة أو بشدة، هو قال لك بقسوة. طب الثانية تسعى مصر بشدة مؤخرة لتكون، المهم في هنا بيقول لك العديد من نتائج الجذب، مش نتائج الجذب، قال لك tourist attractions يعني عناصر الجذب أو عوامل الجذب. الثالثة تحاول مصر بقوة في الفترة الأخيرة أن تكون أحد الدول التي لديها عدد من عوامل الانجذاب، مش الانجذاب، عوامل الجذب، يبقى رقم دي اللي صح. 34 الإجابة الصحيحة رقم باء. طب الأولى غلط ليه؟ هو بيقول لك اتس كلير أصبح من الواضح أو بات من الواضح، لكن هنا بيقول لك من المسلم به، وهنا بقى بيقول لك من المؤكد يعني برضو غلط. وبعدين من الواضح أن عملية نقل الجسم البشري قد تتطور، قال لك هنا إيه؟ has developed يعني تطورت مش قد تتطور، يبقى رقم ب اللي صح. 35 اصبحت الطبيعه احد اكبر عوامل، قال لك الاجابه هنا رقم سي اللي صح. طب ليه الباقيين غلط؟ زي ما بنعمل كل مره، اكيد انت سائل، اكيد انت حالل، انت اكيد ما بتسمعش بس وايدك في بقك وكده، انت اكيد حالل فانت بتبص بتراجع معايا، فانا بتعامل معاك من هذا المنطلق. الاولى خالص غلط ليه؟ لان بيقول لك هنا ايه ريفنج يعني ينتقم، لكن انا قال لك هل تعتقد ان الطبيعه تسأر؟ او ما هو ريفنج ينتقم او تسأر فعلا ما فيهاش مشكله دي. Do you think nature revenge؟ المفروض تبقى revenges، ولكن هي ليه تبقى revenges؟ عشان do you think هل تعتقد nature الطبيعه اسم مفرد، فالمفروض كان قال لك هنا revenges. ثانيا رقم بي is becoming غلط ليه؟ لانه قال لك اصبحت، المفروض تبقى ماضي او مضارع تام، هو مترجمها مضارع مستمر. رقم دي برضو nature becomes تصبحوا، لكن هو في الجمله قال لك اصبحت وبكده غلط. السؤال اللي بعد كده الاجابه الصحيحه هي رقم دي، طب رقم سي سوري. طب ليه الاولى غلط؟ لاحظ معايا بس كلمه سنه الحياه، سنه يعني نورم اللي هي ان او ار ام. الجمله الاولانيه قال لك نورم مترجمها نورمال، طب ما هو هنا مترجم نورم بس في خطا تاني اللي هو تعال نشوف كده. وي اول نو ذات اور تشيلدرن ويل ليف ذا ريسبونسابيلتي افتر ووردز اند ذس از لايف نورم. طيب we all know that our children will take the responsibility، هنا leave يترك المسؤوليه، لكن هو سيقومون بالمسؤوليه، يتولى المسؤوليه، take مش leave سوري، يبقى رقم بي دي leave دي غلط، المفروض تبقى take. خد بالك انا نسيت انا كنت عامل الخطا ايه والصح ايه، فلما قرات الجملتين هما الاثنين فكروني، فدي دليل انك لازم تقرا، وهنا قال لك normal برضه. الجمله 37 بيقول لك which of the following sentence ايه الصح؟ هيثم الله اكبر اسمي في الامتحان، هيثم will attend the meeting won't he،
هيثم سيحضروا الاجتماع، أليس كذلك؟ طبعا في هنا ويل، وويل دي عايزين نعملها في سؤال مزيل تبقى وونت، فتبقى الإجابة نمبر اي. طب ما هي دي وونت وونت وونت، بس حضرتك عارف ان ده سؤال مزيل لازم كما وعلامة استفهام، هنا كما وعامل لك اكسكليميشن، هنا كما ومفيش عنده استفهام وعامل لك علامات تنصيص، وده غلط. طب يا ترى برضو ملحوظه سريعه كده يا شباب، انا قلتها مليار مره واقولها تاني، معلش استحملوها. يا ترى في السؤال المزيل يا شباب، لو انا قلت لك مثلا، انا هعمل مثال برضو على اسمي يعني عشان اثبت نفسي، هيثم ويل كم مثلا، هيثم سوف ياتي، ويل كم، عايز اعمل سؤال مزيل، لو انا قلت لك وونت هي كده صح، ده الاحتمال الوحيد اللي صح. طب لو انا قلت لك وونت هيثم بقى، هيثم كده غلط. طب لو انا قلت لك مثلا وونت، لا سوري، ويل نوت هيثم كده وعامل استفهام، برضو كده غلط. ليه غلط؟ السؤال المزيل لازم مختصر، لازم تختصر، يعني ما تقولش ويل نوت، لا قول وونت. رقم اتنين، لازم ضمير فاعل، ما ينفعش فاعل يا جماعه، ما ينفعش تكتب اسم ابدا، لازم ضمير. طيب نرجع لموضوعنا. You should always، يجب عليك دائما، write in both polite things، تكتب اشياء مش مؤدبه للشخص اللي انت بعته الايميل، يعني تشتمه مثلا ما ينفعش. Attach your necessary files to your email message، انك تبعت او ترفق الاشياء المهمه مع الايميل اللي انت عايز تبعته. تطلب او تعطي المعلومات الشخصيه، انا متجوز وما اعرفش عندي حساب في البنك وعندي رقم حساب كذا، لا كل اللي فات، لا طبعا، يبقى الاجابه نمبر بي. In a formal email، في الايميل الرسمي، you write، انت بتكتب Yes I have got your message، لقد وصلتني رسالتك، See you، أراك فيما بعد، No abbreviations، All above، أكيد No abbreviation، بمعنى وانت بتكتب ايميل رسمي، ركز عشان افهمك يعني ايه No abbreviation دي، عشان تبقى انت موضوعها خلصان بالنسبة لك. انت بتكتب ايميل رسمي مثلا لمديرك، حلو، ينفع تقول لمديرك مثلا، ينفع تقول لمديرك مثلا my computer، انا اسف ما ردتش على رسالتك because my computer was دي مثلا، اقول له كده was دي سي، ده غلط، لازم تقول له my computer was this connected، لازم تكتبها له كده، ما ينفعش تختصر، ما ينفعش تختصر. او انك تقول له how are you، how دي الاختصار ل how are you، ينفع تعمل كده؟ لا ما ينفعش. في الايميل الرسمي لازم نكتب no abbreviation، تكتب جمل سليمه. What is the punctuation mark indicating a question called؟ اللي احنا بنعمل بها السؤال اسمها question mark، يبقى question mark اهي. خلص الامتحان كده الحمد لله، مفيش اخطاء، الامتحان خلص على خير. احنا اكتر امتحان طولت فيه 37 دقيقة، معلش اعذروني انا اسف. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشير الفيديو من اصدقائك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.